الحمد لله بفضل الله. الحمد لله على فضل الله. الحمد لله على فضل الله. الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاك الله خير. تقول دعوات للناس اللي هنا، الدنيا الامور هنا صعبه شويه في موضوع الكوفيد. الله يعافينا ويعافيكم يا رب، نجينا نجيكم من كل سوء. يصرف عنا عنكم السوء بما شاء وكيف شاء، انه على ما شاء قدير. اسال الله ان يعافينا ويعافيكم ونجينا نجيكم من كل سوء، ويرفع عنا عنكم البلاء والوباء والغلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أهلا بكم مرحبا. ما زلنا نتحدث عن سورة النور، ومع قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن جزء كبير، يعني أو شيء من التفصيل، حول قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بلا نزاع، كما بينا في الحلقة الماضية، أن قائل الكذب كذاب وناقل الكذب كذاب والمقر على الكذب على سماعه كذاب، والذي لم يسمع ولم يحضر مجلس الكذب ولما بلغه أقر بهذا الكذب عد كذاب. لابد أن نفطن هذه المعاني الخطيرة جدا التي قد تغيب على الكثير منا وجاءت فيها نصوص. فالذي اخترع الكذب كذاب بلا نزاع والإخلاف فيه، متحرر الكذب في عداد الكذابين، وناقل الكذب كذاب. وفي الحديث الذي أورده الإمام مسلم في مقدمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. مجرد أن يحدث العبد بكل الذي يسمعه دون أن يدقق أو يتحرى ويميز الحق من الباطل، دخل في عداد كذبين حيث لا يشعر. وأقول هذا لإخواني وأخواتي إلى الآن لا عمل لهم إلا نقل الأكاذيب. الكثير منا للأسف الشديد قد يستهوي مقطع وقد يكون فيه أكذوبة أو افتراء على الله أو افتراء على رسوله، وينقل وينشر ويشير. هذه كارثة كبيرة جدا، احذروها وحذروا منها أبناءكم وبناتكم وبناتكم، احذروا هذا البلاء المبين. نقل الكذب كذب، وإن أفلتنا في الدنيا فلا أحد يتابعنا، لكن هل نفلت من عذاب الله وعقابه؟ وهو الذي يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ويقول: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لم أخي وأختي أن هذا الكذب إن نقلته وترتبت عليها أي أثار، إنسان ترك حلال ساب حرام، وقع في حرام، وقع في خطأ، ناس تقاتلوا، ناس سب بعضهم بعضا بسبب الخبر الكذب الذي نقلته، اعلم أن أثر هذه الجريمة كله ستتحملها، حتى لو قتل أحدهم الآخر أنت أحد القاتلين. اعلموا هذه الحقيقة. فاختلاق الكذب كذب، نقل الكذب كذب،
سماع الكذب وإقراره كذب حتى ولو لم يتكلم به ولو لم ينقله. مجرد حضور الإنسان في مشهد كذب ويسكت عن الكذب هو إقرار منه بالكذب. وهذه جانب أخرى، وفيها يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، اسمعوا حكم الله فيها، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أكذب هي، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى المسلم لا يحضر مجالس الكذب حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو ما سكتنا وحضرنا؟ قال: إنكم إذا مثلهم. هذا حكم الله في من حضر مجالس الكذب وسكت، أقر الكذابين، عد هذا إقرار منه له، أقر فقط فقط، اسمع عقوبة: إنكم إذا مثلهم. بل عد هذا منافق وقدم في دخول النار على مختلق الكذب. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافقين في دخول النار على الكفار، على الكفار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا مسألة خطيرة، يبقى يحرم اختلاف الكذب، يحرم نقل الكذب، يحرم حضور مجالس الكذب وإقرار أصحابه عليه. وإن حضرت سمعت لابد أن تنكر، لابد أن تنكر. حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وارضاه، لما في البخاري وفي غيره، لما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم لا يفوت موقف خطأ ويقر أو يسكت عليه. لا بد من نصح أي مسلم يذل أيا كان موقعه، حاكم، محكوم، صغير، كبير، أهابه لا أهابه، أنا مطالب بنصحه. والنصح لكل مسلم، هذا حق للعباد علينا. فبدل من أن ننجيهم من جهالاتهم وظلمهم، هم يجرون إلى ضلالهم وغيهم بحضورنا معهم في مجالس الكذب وسكوتنا عنهم. هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا. بل رب العباد مش حرم فقط الحضور والجلوس، لا، ده من عرفنا منه هذا يحرم علينا أن نقرب مجلسه أصلا لو شفناه. الآية هذه التي تلوناها جاءت في من حضر الجلسة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعت، يبقى أنت موجود في مجلس وسمعت آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، افتراءات على الله وكذب على الله، يحرم الجلوس في حينها، لابد من تركها وانصراف عنها فورا فورا فورا. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، اوعى تستمر معهم وهم على هذا الحال أبدا، حتى يخوضوا في حديث غيره. أبائنا، أجدادنا، أقاربنا، النساء، الصغار، كبار، هيخوضوا في حق الله أو يسيئوا أو يكذبوا أو ينقلوا الكذب أو يرددوا الكذب، فر منهم فورا. لما تجلس في مجلس وتلاقي كل اللي فيه عصابة عمالين ينشروا الباطل وباطل أهل الباطل، ويروج له كما يروج له رجال الإعلام الآن في كثير من البلاد العربية الإسلامية من توك شو وغيرهم، هذا يحرم الجلوس معه وحضور مجالسه، سواء مجالس الكلام أو مجالس السماع. تبقى قاعد عند قريبك وفاتح التوك شو وعمال يسمع من يكذب على الله ورسوله ودينه، وانت عمال تسمع وساكت وسايبهم، تبقى كارثة كبيرة جدا. طبعا هذا الكلام سيعرضنا لمواجهات خطيرة جدا جدا جدا، أعلم هذا، لكن هذا حكم الله، أن ننصح هؤلاء لينأوا بأنفسهم عن هذه الأكاذيب ومجالسها وأهلها أيا كان موقعهم. بل جاء ما هو أشد، أننا لو رأينا هذه النوعية من البشر مجرد الرؤية نفر منهم: فرارك من المجزوم أو فرارك من الأسد. يبقى نفر منهم، فرارك من المجزوم لما تشوفه، وفرارك من الأسد لما تخشى.
وفي هذا يقول تعالى وإذا رأيت، يبقى الأولى عن السماع. السماع ده بعد التحقق اللقاء وحضور المجلس والسماع منهم، سواء كان عن طريق الحضور المباشر أو عن طريق الإعلام وغيره، الآن تنقل للمدارس عن طريق النت وغيره. يبقى لو أنت حتى جالس مجلس على الزوم وسمعت أكاذيب سيبهم مشي، اقفل، لا تبقى معهم ولا تسمع منهم، هذه الأضاليل وهذه الأكاذيب. الموضع الثاني ساعة الرؤية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياته، مجرد شوف مش شوف تفر منه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، فر بنفسك، فأعرض عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، لو قدر ليك ونسيت ووصلت لمجالسهم إلى مجالسهم، ها، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد ما ذكرت وانتبهت خداع الشيطان لك وإنه أوصلك لهذا المجلس، فر فورا. يبقى في أي مرحلة هتشوف الظالم المجرمين اللي بينقلوا الأكاذيب، في أي مكان تفر منهم، نسيت ووصلت لغاية عندهم برضو تفر منهم، قعدت معاهم وسمعت منهم تفر منهم، إما أن تنهاهم وتنصحهم أو تفر منهم. وصلت هذه الأداب، هذه أداب خطيرة جدا 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 بأخلاقيات مسلمين، أمور أمرنا بها رب العالمين نصا في القرآن. هذه آيات قرآنية أخوان أخواتي، هذه آيات قرآنية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا كلام رب العباد مش كلامي. وكذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اوعى، احذر، أنت اتقيت الله خلاص يشيلوا شلتهم، ومع الذين يتقون حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. احنا مش هنشيل وزرهم طول ما احنا بعيد عنهم، لكن نشاركهم ونجالسهم او نقرهم على جرائمهم، نحن شركاء في الاسم. وصل المعنى الخطير ده، وهو ده معنى الانكار بالقلب، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده. اللي يملك اليد يغير باليد، ولي أمر حاكم، أب في عياله، زوجه على مع زوجته، زوج مع أولاده، وهكذا. ولي الأمر اللي لديه القدرة الشرعية أن يغير بلد يلزمه تغير بلد. العاجز على اليد يبقى لسانه يكلم ويتكلم وينصح. ولذا قال من كرأ منكم كرأ فليغير بلد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع قال فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بقلبه إن لا يؤكله ولا يشرب ولا يجلس طول ما هو بيكذب ويفترى على الله أو يخطئ في حق الله أبدا. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى، كان رجل منهم يلقى أخاه فيقول يا فلان حرام عليك كذا وكذا، ثم لا يمنعه غده ثم لا يمنعه ذلك في غده أن يكون أكيله وشريبه وجليسه رغم استمراره على باطله وضلاله وغيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، ثم تلا الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبقى كفرت اليهود والنصارى اللي أصروا على أنهم يفعلوا هذه الفعلة، ربنا لعنهم وسمهم كفار. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى النبي وصفهم بهذا، وصفهم بأنهم يعني من كفرة الكتاب، وكان هذا منهج وسلوكهم الذي وقعوا فيه. إذن إنكار المنكر بالقلب بهجر أصحابه، لا بمؤاكلتهم ولا بمجالستهم ولا بمشاربتهم ولا بمناكحتهم، بل بالفرار منهم. وصل المعنى هذا؟
إذا هذا هو تغيير المنكر باليد بالقلب. والنبي في حديث آخر قال وليس بعد ذلك ومن وراء ذلك حبة خرد من إيمان، الذي يعني غير بنص الحديث من غير بيده فهو مؤمن بلسانه فهو مؤمن ومن غير بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة خرد من إيمان. اللي أبى أن يغير بقلبه إذا ما أي إيمان له باقي؟ لا إيمان، لا إيمان. إذا ندرك هذه الحقيقة هذا كلام خطير جدا جدا جدا. يبقى لا نقول الكذب ولا نسمع الكذب ولا ننقل الكذب ولا نقر على الكذب ولا نسلم الكذاب بكذبه، كل هذه معاني واردة لابد المسلم يتعلمها، لأن احنا درس عملي شاء الله عز وجل بقصة الإفك دي، عشان لما نعرف إذا سمعنا أي إفك أو أي إشاعة أو أي كذب لابد من المواجهة لها حتى نضحد أهلها ونمنعهم من نشر ضلالهم وغيهم وأكاذيبهم بين الناس، لأن دول هيفسدوا أمم وشعوب، ممكن بكذبة تباد أمة، بكذبة بكذبة تباد أمة. لذا يقول تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وإن تفد النذر في الأخرى، يعني لو نادر أو جاءكم واحد فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق نعمل إيه؟ قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يتأكدوا الخبر صحيح ولا صحيح، ليسلم أن الكذاب بكذب. وطريق الخلاص بالتثبت، تثبتنا وعرف المعلومة كذوبة ننشر الصدق ونبين الكذب للناس حتى يتعشونا، حتى تعشونا. وكم من معارك قامت على كذبة، وكم من بلاد حوصرت بكذبة، يألفوا كذبة أن دول بيخططوا ولا عايزين يعملوا مش عارف عملية إرهابية هم لا يد لهم في شيء، ويؤخذوا ويقتلوا ويشردوا بكذبة نقلها كذاب، يسموها مصدر سري ولا مصدر شيطاني ولا مصدر أرضي ولا مصدر عفريتي. كل هذه بلايا كبيرة جدا 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 للأسف الشديد الأمة الآن مغروسة فيها حتى رؤوسها، نقل الكذب والإقرار بالكذب وبناء أحكام على الكذب، ويتهم بريء بسبب الكذب، وتبد أمم وشعوب بسبب الكذب، كوارث كوارث. إذن ما أخر الله نزول القرآن في حدث الإفك إلا لتعلم الناس عظم هذه الجرائم وإن هانت في أعين الناس كما نصت الآية ستأتي إذ تلقونه بألسنتكم ودخول أفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا، حاجة بسيطة. إيه خبر اتنقل يعني؟ إيه خبر اتنقل؟ قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللي مش عارف أثاره إيه وإيه العقوبات ممكن ترتب عليه وإيه البلاء اللي ممكن تترتب عليه في الدنيا قبل الآخرة يراه صغير جدا وهو كبير. كما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصف حالنا ان رجل منا في اخر الزمان يعني يرى الجزع في يرى القذى في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه، يرى مساوئ العباد ولا يرى سوءته ولا يرى جريمته. هذه كارثه. تفطن يا شباب واخواني، تفطن هذه المعاني الخطيره، فالامه في امس الحاجه أن تعالج هذه الآفات، هذه الآفات القاتلة المدمرة. وجاء الوحي ليطهر الأمة من الكذب لتصبح أصدق أمة على وجه الأرض، مش أمة الكذابين والأفاكين والنصابين ويتحدثوا باسم الدين. فبالك بقى لما يزيد على هذا البلاء إن عايز يكسب هذا الأمر صدق، فيدعي إن هو بيصلي ويصوم ويظهر السنة ويظهر إنه بيلتزم بالسنة في مأكله وشربه وفي صلاته وفي غيرها. هذه كارثة كارثة. اللي بيدعي الإيمان كارثته أعم وأطم. كيف تدعي الإيمان وتكذب وتفتري على الله الكذب وتفتري على الله الكذب؟ هذا معنى ضخني يعني خطير جدا جدا جدا، وكارثة في الأمة، انتشاره في الأمة دمار لها دمار لها. فكيف بمن يستحل هذا ويروح حلال ويقول لك أنا كنت يعني بارح وفلان ده كان بارح
عرف يلبس الحق بالباطل على الناس كلها. ما شاء الله بطل بطل. ويطلع الافاكين يقول لك يا سلام فلان ده حكيم الاعلاميين. ابو جهل سموه ابو الحكم لهذا، كان حكيم الاعلاميين في عصره، عرف كيف يلبس الحق بالباطل على الاف الناس حتى اضلهم اضلهم اضل امم واجيال، وجعل الباطل عندها حق والحق عندها باطل، وشوه صوره الحق واهله كما يحدث الان في العالم الغربي. تصور المسلمين عفاريت وارهابيين وتفجيريين وكل اللي بيعملوه ده لعب مخرطهم، عارفين كده هم اللي بيحركوا ناس يعني يروا فيها نقاط ضعف وعجز يثيروها عشان يضحي بنفسه اللي لا هدف. يقول لك بس هذا الاسلام والارهاب، هذه كارثه كبيره جدا. الاسلام منها براء، الاسلام منها براء، ووحي الله منها براء، لكنها العيب واكاذيب اهل الاكاذيب الذين اعتادوا ان يشوهوا صوره المسلمين بهذا. بل حدث هذا حتى ايام الصحابه وايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغل اي موقف ليشوه صوره الاسلام والمسلمين، اي موقف لو صدر من صحابه واحد بس يشنعوا الدنيا كلها عليه، الاسلام والمسلمين. هو فيه يا اخواننا في امه يعني البشر اللي فيها معصومين، تصوروا انتم معنا في امه على وجه الارض البشر اللي فيها معصومين، بلد بكاملها فيها الف الاف الخلق، واحد اخطا تتحمل البلد كلها ذنب من اخطا ولا يعاقب من اخطا؟ الكلام ده ورد في كل شعوب الدنيا. في شعب على وجه الارض ليس فيه من يخطئ؟ كل شعوب الارض فيها من يخطئ. المخطئ يعاقب بخطئه، لكن لا تعاقب الامه باكمال خطا واحد. للاسف الشديد النظام الدولي الموجود الان في العالم كله، يا سلام لو واحد اخطا في دوله تعاقب الدوله باكملها بخطا واحد، يا سلام. وقد يكون الخطا واحد ملك سلاح، ده ارهابي هيرهبنا هيخوفنا، جيوش تتحرك وشعوب تباد وارواح تزهق واموال تسرق واعراض تنتهك بسبب اشاعه ان هذا الارهابي من دوله ارهابيه. من يقول هذا؟ هذه مقاييس عدل؟ يا شعوب تدعي العدل، أين العدل؟ أين العدل؟ لما يطلع كذاب يقول يا سلام البلد الفلان ده يملك أسلحة مش عارف إيه وأسلحة أسلحة دمار شامل، وتتحرك جيوش الدنيا لتويد شعب بأكمله، قتل نساء وأطفال وأرواح ونووي وأراضي أبيدت وثروات سرقت وأموال نهبت وأعراض انتهكت وأجسام مزقت وأبطال نكل بهم أشد التنكيل وسيم أشد العذاب، كل هذا بسبب أكذوبة قالها واحد؟ أكذوبة. ويطلع بعد هذا كله يا سلام اكتشفت أنها كذب، اكتشفت أنها كذب بعد أن قتل 2-3 مليون بكذبة بكذبة، يبقى ده اسمه عالم متحضر ورئيس الدولة، ده رئيس دولة متحضرة، ولا ده رأس من رؤوس الكذب على وجه الأرض، إمام من أئمة الكذب والافتراء. والله يا إخوان الإنسان في ذهول، في ذهول. العالم كله يسمع هذه الأكذوبة، مئات الدول شاركت لقتل شعب بريء لا ذنب له، 2 مليون بني آدم باتوا في العراق وفي غيرها بسبب كذوبة، كذبة كذبة قالها كذاب كذاب وغيرها. احنا نرى الآن دولة عايزة تبيد دولة ثانية تختلق كذب، تختلق كذب
والقرآن أقر ذكر مثل هذا. لما علم أهل الكتاب في اليمن أن النبي الخاتم سيظهر في مكة وأن هذا عم مولده، وكان عندهم أمل أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل، ولم يجدوا أسرة في واحدة في هذا التوقيت من بني إسرائيل في مكة، فجن جنونه. إذا ما قال المسيح حقيقة، هم أولوها. الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، سينتقل من سلالة إسحاق من سلالة إسماعيل. هم أولوها أن سينتقل من سبط الله لسبط آخر من أصوات الاثنى عشر أو الاحدى عشر. فلما علموا أن زمان النبي الخاتم وعام ولادته في مكة ظهر أو وصل، جن جنون. طب نعمل إيه؟ شوف حيلة. في هذا التوقيت قدر لهم أن كان زعيمهم في اليمن بنى كنيسة سماها قليس، فدعا الناس للحج إليه بدل مكة بدل الكعبة، فامتنع الناس ما يعرفونها. وقيد له أن واحد من أهل اليمن سخر منهم فتغوط ولطخ بغائطه حوائط الكنيسة. أبراهيم الأشرف استغل هذا الموقف من واحد، هو ده من أهل مكة، ده من اليمن اللي هو بيحكمها، من عنده، من عبه، من كيسه. يا سلام، العرب أهانوا الكنيسة ولا بد من الانتقام من الحرم وهدم الكعبة، وحرك جيوش. وفعلا يستخدمها كالمنجنيق لهدم الكعبة. كل دول ليه؟ الأمر الظاهر لانتصار للكنيسة من هذا الذي لطخ الزور. طب واحد أخطأ تعاقب أمة؟ تدمر بيوت لله؟ أماكن عبادة؟ وأنتم أهل الكتاب مؤمنون بعبادة الله سلام؟ هل يتصرف هذا عاقل؟ لكن حدث هذا، ده الظاهر المعلن. وأهل الباطل دائما يظهر شيء ويخفي غيره، ولكن الظاهر القضاء على فلان اللي نشر أسلحة الدمار أو ملك امتلك أسلحة الدمار الشامل، والحقيقة غير هذا. الهدف المعلن شيء والهدف الخفي شيء آخر. الهدف الخفي عايزين يسرقوا ثروات دولة كاملة، يحرم شعوبهم شعوبها من خيراتهم وتنقل لأعدائهم بالقهر، بالقتل، بإراقة الدماء، بتدمير البيوت على أصحابها، بانتهاك العورات والأعراض، باستحلال حقوق الخلق واستباحتها. كم جريمة ترتكب؟ جرائم بكذبة مختلقة قامت عليها كل القصة. أبراهيم الأشرف عمل كده، أخذ هذه الأكذوبة. واحد من العرب، طب ده يمني عندك، أنت تحكم، أنت حاكمه، لا علاقة له بمكة الكعبة. لكن هو فيل، عارفين فيل؟ أبراهيم عمل فيل، راح مكة عشان يهدم الكعبة. هذا هو الهدف المعلن، الهدف الحقيقي إيه؟ أنهم كانوا في غل شد كيف أظهر النبي الخاتم من بني إسماعيل، فأرادوا قتل كل وليد يولد في هذا العام في مكة حتى ليولد النبي الخاتم، مع أنهم هم الذين علموا من قدر الله أن فرعون لما جاء الخبر أن بني إسرائيل سيولد منهم نبي قتل كل أولاد بني إسرائيل، وأبى الله إلا أن يولد موسى ورب في بيته هو لربه. رأيتم هذا وسمعتم هذا في كتبكم نصا ثم تفعلون ضده؟ اردت الله من يردها؟ وانتم اهل دين كما تزعمون، من يردها؟ فرعون ولا امثاله؟ انتم اشد من فرعون؟
عايزين تقتل النبي خاتم في المهد ساعة الولادة حتى يولد بني إسماعيل، وعايزين فضل الله يبقى خاص بكم أنتم بس لا ينقل لغيركم، كما قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مش أنتوا اللي تحضروا رب العباد يختار من لا رسالة وقد كان. فجاءوا الهدف الظاهر تدمير الكعبة انتقاما للقدس المعلن، والهدف الخفي قتل النبي ساعة ولادته حتى يولد النبي الخاتم مكة من جزيرة العرب من سورة إسماعيل. لذا نزل القرآن يفضح هذه الأفعال والجرائم فيها، يقول تعالى: ألم ترى كيف. الله يا الله، قصة هدم الكعبة عامة ولا خاصة؟ يا شباب مستصحين معايا، قصة الكعبة قضية عامة، لو أراد الله أن يحكي عنها أي موقف هيخاطب الكل، لا يقول ألم ترى، يقول ألم ترى. كل آيات القرآن تحدث عن الكعبة تحدث بصورة الجمع لا بالإفراد، لأنها لا تخص فرد، دي عامة للأمة كلها. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حوله، أولم يروا كلهم إن أول بيت وضع للناس للذي ببك. يبقى كل الكلام عن الحرم عن الكعبة في القرآن جاء عاما لأنها قضية أمة وليست قضية فرد. فهنا لماذا خص الرب النبي بالذكر وحده في قصة الفيل؟ لم يقل ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل، ما قال، بل أفرد شخص النبي به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كيف دافع الله عنه من لحظة ولادته وهذه منها. قال: ألم ترى أي محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لما جاءوا لقتلك والقضاء عليك عند بلادك. هذه القصة الحقيقية التي يخفيها أهل الكتاب والتي أعلنوا غيرها، وجاء كلام الذي لا تخفى عليه خافية لبيان ما أضمروه وما مكروه. لذا قال: ألم ترى كيف فعل ربك، لم يقل حتى فعل ربكم فيعممها بعد إفراد، أبدا استمر الإفراد الآن أسرع كله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أصحاب الفيل الجيوش التي جاءت جيوش جرارة لارتكاب جريمة قتل نبي، يعلم أن النبي الخاتم بما جاءهم في كتبهم نصا ويد الخاص منه حتى لا يكون نبي إلا على هواهم لا على اختيار الله لهم، كوارث كوارث ترتكب ارتكبها بشر في عقل بشر. ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل ألم يجعل حربهم في تضليل ولا كيدهم. الحرب ما أعلنوه والكيد ما أضمروه. ألم يجعل كيدهم أي ما أضمروه من قتل النبي الخاتم في تضليل، راح في 60,000 داهية وأبيد الجيش بأكمله وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشر الله به دينه ويظهره على كل دين، زي ما حدث مع سيدنا موسى وتربى في بيت فرعون، وكان نهاية فرعون على يديه كانت نهاية هذه الجيوش على يد الحبيب عند ولادته، حتى صار تاريخ ميلاده مقرونا بهذه الحادثة. متى ولد رسول الله؟ لك عام الفيل، عام الفيل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. إذا ندرك الأكاذيب ضيعت أمم ودمرت جيوش ودمرت بلاد ودمرت آلاف الخلق بأكذوبة، أثر الكذب يروح فين؟ يروح فين؟ ودينا فين تاني؟ العالم الآن كله الآن يدرب الأكاذيب، ودين شايفينه الأحداث القريبة منكم في أمريكا، لما يطلع واحد كذاب يكذب شعوب انتخبت، لا لا هم الكذابين وأنا صادق،
المهزوم بقى هو الصادق، والمنتصر بقى هو المهزوم هو الكذاب، وغيره وغيره، ويحرك ناس ملايين وراءه بهذه الأكاذيب، تتحرك وتحمل سلاح، وقد تقتل وقد تريد وقد تعتدي بكذب نقل ألفه كذاب أشر. لذا بين تعالى أن من أكبر الفضائح اللي هتعلن يوم القيامة هذا الأمر، لما زعم قوم ثمود أن نبي الله صالح كذاب، قالوا كذاب أشر، رد الله عليه فقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، بكرة عرف، غدا سيعلم حقيقة الأمر. يوم القيامة سيعلن هذا الأمر على رؤوس الأشهاد، إن فلان ده اللي كذب الكذبة وادها كل القتلة دول، هو قاتلهم كلهم في رقبته يوم القيامة. يبقى اللي طلع الكذبة واستحلت بها دماء شعب زي شعب العراق ولا شعب فيتنام ولا غيره، هيروح فين ربنا؟ أين يذهب هؤلاء الكذابون من رب العالمين غدا؟ أين يفرون؟ أين يفرون؟ يا إخواني أخواتي، أخطر قضية في حياة الأمة إذا جاءت فيها آيات مش آية، وقعت فيها أكبر قصة شديدة على نفس النبي وأصحابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أكذوبة واحدة ظهرت في أمة المسلمين، الأمة القوية الفتية في ريعان شبابها وفي مقتبل عمرها، وكادت تدمرها من بدايتها لولا لطف الله ورحمته، لولا فضل الله ورحمته. ولذلك تكررت الآية هتأتي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عليم حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في أنفضتم في عذاب عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كل هذه الآية جاءت في القصة، لولا فضل الله علينا ورحمته بوقوع هذه الواقعة وحدوثها وتأخر القرآن شهر كامل حتى تبلغ البشرية نهاية آثار الكذبة وإلى أي مدى ممكن أن تصل بالأمة، ثم جاء الوحي ليضع الأدوية والعلاج ويبتر هذه الآفة من الأمة، فيجعل أمة الإسلام أصدق أمة ليست أمة الكذب، ويختار لها هذا الطريق الذي لا طريق لها غيره، لأن عكسه ينافي الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجب المؤمن؟ قال نعم. أبخل المؤمن؟ قال نعم. أكذب المؤمن؟ قال لا لا لا، يجتمعان في قلب الإنسان المؤمن، الإيمان مع الكذب، الإيمان مع الكذب، الكذب في كل شيء حتى في المعاملات، كل صور المعاملات الفقهاء متفقين جميعا إن أي معاملة فيها كذب فاسدة، ما دام الكذب ده هيترتب عليه تغيير في الثمن أو تغيير في قيمة الحاجة خلصت، هذه المعاملة باطلة. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار المال ما تفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة ما بينهما. كل معاملتنا مبنية على الصدق والبيان، غاب الصدق دخلنا في الجهالة، غاب البيان دخلنا في الغرر، استغفر الله العظيم، غاب الصدق دخلنا في الغرر، غاب البيان دخلنا في الجهالة. فالأمر البين حتى تنتفي الجهالة، والأمر الصادق حتى ينتفي الغرر، الخداع، الغش، الكذب نوع من أنواع الخداع والكش والكذب والغش. ولذلك كل معاملة فيها غرر فيها كذب فاسدة باتفاق في الخارج، لذلك أخذ هذا الأصل من هذا الحديث، إن أي معاملة فيها غرر باطلة، أي معاملة فيها جهالة باطلة. يبقى الكذب والكتمان أخطر آفتين في الأمة، أتعامل وأنا أكتم الحقيقة عن الناس اللي ممكن يتغير بها المعاملة كلها، أو أكذب وهمهم بغير الحقيقة،
إما أن أكتم الحق أو أحرف الحق، وكلاهما مفسد للمعاملات المالية كلها في عهد الأمة كلها. ودي قاعدة عامة عند كل فقهاء، إن أي معاملة فيها غرر أو فيها جهالة فاسدة باطلة لا تقوم على قدم. اعلموا هذه الحقائق، لأن هذه جريمة كبيرة جدا جدا جدا، وأثرها رهيب جدا في الأمة. لذا جاءت النصوص الكثيرة لتقضي عليها، لتطهر الأمة منها. كانت حادث الإفك من أعظم الحوادث اللي رست هذه القواعد في الأمة. يا الله يا الله، الصدق والبيان في كل معاملات المسلمين، في كل كلماتهم، في كل تصرفاتهم. الصدق والبيان، الصدق والبيان في مشاركاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في زواجهم، في طلاقهم، في كل أمور. الصدق والبيان والفرار من الكذب والخداع والكتمان. وصلت الصورة؟ إذن الكذب حرم قوله، حرم نقله، حرم سماعه، حرم إقراره، حرم مجاراة من قاله، بل فوق هذا وذاك الذي لم يشهد الكذب ولم يحضر الكذب وجاءه الخبر وهو بعيد فرضي هو أحد الكذابين، وده الكارثة الكبيرة. إنسان لم يحضر مشهد ولم يرى كذب الكذاب، وتلاقي له حقه، حقه، أنت تعرف حقه، شفته، سمعته، حضرت معه، علمت منه أي شيء، مفيش. كيف تقول إن هذا حقه؟ أنت أحد الكذابين. يبقى من لم يشهد، وهذا جاء في حديث صحيح، إن من لم يشهد الباطل أو الزور أو الكذب فلما جاءه خبره أقره أو سكت عنه أثم كإثم من حضر، أخذ نفس الإثم وأصبح واحد من عداد الكذابين. يبقى من غاب عن شيء ولم يحضر، ربنا عفاه منه، ينفع يخوض فيه؟ عشان كده السلف قالوا إن في أكاذيب حدثت في التاريخ، زي افتراءات ابن سبع وغيرها على الصحابة في الفتنة، واحد بعيد عنها تأتي أخبار الفتنة يردد كلام عبد الله بن سلم، حضرها ما حضرها، هو مع عبد الله بن سلم شيخه واستاذه، اختفى أثره واختدى به، سيحشر معه ويعذب بعذابه، هو أحد الكذابين. وقس على هذا، يبقى لما نسمع خبر عن أي إنسان نهيك عن يكون صحابي، نتحرى أن نخوض في عرضه. فمن بالك لما يطلع مسلم ويخوض في عرض الصحابة وكبار الصحابة وطالحة والزبير وعمرو بن العاص وغيرهم ومعاوية، وكأن هؤلاء يعني كما يصورون هؤلاء السفهاء، سفهاء ومفترين ومجرمين. إيه ده؟ إيه ده؟ دول صحابة رسول الله أخوانا، ما الذي نهاكم؟ فما بالكم من يخوض في عرض أم المؤمنين بعد أن برأها 40 في كتابه كطائف من رافض؟ ما زالوا الآن يتهموها بالتهمة التي نفاها القرآن الكريم. الذي يكذب بآية كان يكذب كل آية، والذي يكذب بآراء عائشة كفر باتفاق وخرج من الإسلام. اللي يكذب رب العالمين بإيه؟ كذاب كافر لا إيمان له.
ولا دين له. اعلموا هذه الحقائق وضعوها مسروعين لكم، فنحن امام درس شديد جدا 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 وقوي جدا شاء الله عز وجل لتستقي منه الأمة هذه الدروس كلها. أنا عمال أسوق دروس من حادثة الإفك حتى لكم قراءة القرآن عندنا مجرد قراءة، نسمع الآيات ونخرج منها ونقول ما قال يعني مرضى القلوب والإنفاق، ومنهم وقال عنهم تعالى ومنهم استمعوا لك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، هو ربنا ألف الآيات، جاءت الآيات لنتدبرها ولنستخرج من كنوزها ولننتفع بعلومها، وهذا أحد علومها ودروسها سقته لكم في هذا العجالة. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا لاستماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعن بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة إخواني؟ في أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم.